الو، الوصفة تاع اليوم تاعنا هي عبارة عن بسكوي شوكولا بانان، ودرنا له شوية مكسرات كيما راكم تشوفوا. درتهم اون دو موديل، واحد درت له يعني درت موديل واحد في لافينيسيون، واحد درت له كريم شانتي شوكولا، والاخر درت له شوكولا غاناش. فوالا، تسمى تقدمهم بطريقتين مختلفة. ها هم، وتبعوا معنا الوصفة ان شاء الله، وان شاء الله تعجبكم، سهلة وما تاخذش الوقت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم في قناتكم، قناة الشاف سفراني إسلام. كما عودكم دائما مع وصفات رائعة خفيفة وسريعة. الوصفة تاع اليوم عبارة عن بيسكوي غولي، راح نديرو بيسكوي غولي كو شوكولا بانا إن شاء الله. المقادير نسحقوهم، نسحقو 7 حبات بيض، نسحقو 200 غرام تاع فارينة، مغرف ونص ولا مغرف تاع كاكاو، نسحقو زوج مغارف سكر وزوج مغارف سكر وحدهم سيباري، وسحقوا يعني قرصة ملح ولا نصف ملعقة صغيرة تاع ملح. نروحوا مباشرة لطريقة التحضير. جيبوا 7 جون دوف تاعنا هكذايا، نسيباريو يعني البيض تاعنا، نحيو البلون دوف وحده، جون دوف وحده. نجيب الآن السكر تاعي، زوج مغارف تاع السكر اللي قلناهم هكذا، ونجي نطلعهم يعني نجي نطلعهم بالخلاط الكهربائي هكذا، نطلعوهم مليح حتى يولوا لنا الموس، يعني كيف نقول هنا يتضاعف الحجم تاعهم ان شاء الله. بعد ما طلعت جون ديف تاعي، طلعته يعني بالسكر، راك تشوفوا كش ولا. نروح نجيبو ان نوتخ بول دوكا، نطلعو فيه البلون ديف تاعنا. وحبيت برك نقول نقطة، كنت راح نبدا لافيديو تاع اليوم اون انجلي، كوم جيتي ان بو اوكيبي، شغل كان عندي شغالات باش نديرهم نسيت. مي من غدوة ان شاء الله باذن الله راح نبدا لي فيديو اون انجلي، يعني اليوم هذا الفيديو بالعربية، راح نكتب لي زانغريديون ان شاء الله اون انجلي. من غدوة ان شاء الله راح نبداو نهضرو اون انجلي في الفيديو تاعنا باذن الله. نجيبو البلون دوف تاعنا هكذايا، يعني بياض البيض، نديرو له قرصة ملح اللي هضرنا عليها، ونبداو نطلعو فيه. كي نبداو نطلعو فيه نجو نزيدو له السكر ان شاء الله، خاطش الملح راح يطلعو لنا طري بيان. سي بور سا درنا له الملح هكدا. دوكا نجيب السكر نضيفو، طلعنا البلون دوف تاعنا هاهو. نروحو نجيبو لو جون دوف تاعنا ان شاء الله، ونبداو نخلطوهم في زوج بلا عقل. الو، نجيب هكذايا لو جون دوف تاعي، ونبدا ندخلو في البلون دوف لداخل، باش تجي كيش نقول هنا لاباط تاعنا هاديك تجي شغل موس بيان، و لا جينواس تاعنا نخدمو بها لو غولي ان شاء الله، البيسكوي يعني يطلع لنا مليح. ملاحظة واحدة اخرى ايضا قبل ما تبداو يعني الوصفة تاعكم نتوما، الحاجة الاولى ديروها حكمو البانان، قطعوه هكذا، قطعوه قطع صغيرة وديروه في الكونجيلاتور واحد زوج سوايع يجمد لكم، باش نخدمو به اون كريم من بعد ان شاء الله. هكذا نخلطوه مليح. كي خلطناه طري بيان، دخلنا يعني لو بلون فلور جون هذاك، نجيبو لافارين تاعنا، نجيبو ان باسوار هكذايا، ونهويو لافارين تاعنا باش ما ديرناش هذوك يعني لي بوس هذوك ولا واش يعطولهم النبولات هذوك لداخل هكذايا، ونجوزوها كاع كيما راهي، ونجو نحركوها بالعقل ان شاء الله. هكذا نجو نبداو ندخلو لافارين تاني هكذا بالعقل، باش ما تحبطناش واش يقولها، باش ما تحبطناش يعني لاموس تاعنا اللي خدمناها هكذا. ونحرك الفارينة تاعي مليح، نفتحوها لداخل، ومن بعد نروح نجيبو ان نوتخو بول هكذا، نجيبو ان نوتخو بول باش نبداو باش نقسموها اون دو، ونوريكم واش راح ندير بيها هنايا. نجيب دوزيام بول تاعي ونقسمها اون دو، سيري نحبطو كيش نقول هنايا، نص هنايا هكذا، ونص نخليوه في لو بول تاعنا. هذاك النص اللي حبطناه واش راح نديرو له هنايا، نجيبو له هاديك المغرف تاع الكاكاو اللي هضرنا عليها هكذا، مغرفة وحدة تكفي هكذا، ونجي نخلطو حتى يتبدل اللون تاعها ان شاء الله. هكذا نخلطوها مليح مع الكاكاو حتى يتبدل اللون ديالها. فوالا، نروح نجيب لو بلا تاعي هكذايا، دهنتهم من تحت انا باش ما كيش نقولو باش ما يهرب ليش يعني الكارط، باش يريح شاي دي هكذايا في كوان نسحقهم، ومن بعد نجي ندهنو من الفوق بشويه زبده ولا هكذا ندهنوه. من بعد واش درت انا، كي قسمت الاخر تاعي لاموس تاعي اللي قسمتها، درت نص هنايا في لابوشادوي، انا عندي هادو ماجيطا بنخدم بهم،
واش راني حندير؟ حندير لها هكذا. نخدم بها دي تري هكذايا. نحبو نديروه مرقاق، نحبو خشان، نحبو كش نقولو حنايا وكيفاش نحبو. فوالا هكذا. الو هاكي خدمتهم. دوك نروح نجيب هذيك لاموس يعني البيضه اللي قعدت لي نديرها من الفوق هكذا. فرشت فوقها البيضه ونجي نمشيها شويه غير من الفوق. يعني النهار ديروا الكاطو على بالي ما عن غاز نجبدوهم كيما صار لي انايا. هكذا نمشيها مليح. نجيو الان نحضروا لا كريم تاعنا اللي نسحقوها يعني البسكوي غولي تاعنا نديرها لداخل. وزدت انا درت 3 حبات ولا 6 حبات بانان كما تحبوا نتوما. ماذا بكم بانان يكون حلو طري، هذا يكون حلو. درت شويه كريمه هكذا، واحد نص كاس تاع كريمه. درت 2 مغارف صغار تاع شيكولا. انا درت شوكولا نيتيلا باسكو يا با ميو فلوغو، ما نقدرش نعوضها يعني كاطو شباب روح نعوضه بشيكولا ما فيهاش كو شباب نخسرها. ودرت لها شويه يعني شغل لافاني. درت مغرف انايا، واذا ما كاش قدروا ديروا 2 مغارف اون بودغ. نروحو دوكا نديرهم في خلاط نرحوهم طري بيان ونجوري لكم الكريمه تاعي كيش خرجت لي ان شاء الله. البسكوي تاعي وجد هكذا. نجي نحيه دوكا. واش راح ندير انايا؟ نجي نحيلو لو بلا باسكو لازم نخدموه مادامو سخون. لو كان يعني نخدموه هو كش نقولو هنايا كي يبرد هكذا، كان نخدموه كي يبرد راح يتكسر لنا. الو نحيوه كيما راهو سخون. هكذا نحيتهم لو بابي تاعو، درتو في طرشونه يعني جديده نقيه هكذا. ونجو نروليوه منا ولا منا يعني الجهه اللي حبيتو نتوما. واش نديرو؟ نجيبو هكذا بلا عقل باش ما يتكسرناش هكذا، ونجو نروليوه بلا عقل كيما راهو هكذا. نروليه تري بيان. واش ندير دوكا؟ كيما راهو نروحو نحطوه يبرد هكذا، نروحو نحطوه يبرد باش من بعد ان شاء الله نجو نخدمو باذن الله. لاكريم تاعي بعد ما وجدت لي ها هي لي يعني خاف تجيها كش نقولو حنا مايها بزاف ولا واش دير لها. دير لها مغرف ولا زوج تاع شونتيي لداخل هكذا، وتخلطها كيف كيف باش تخرج لها كش نقولو هنايا تخرج شويه ثقيله شويه عاقده هكذا. دوك نروح نديرها فريجيدار تبرد، زيد تشد روحها شويه. لو بيسكوي تاعي راهو يبرد او ميم طون. دوك كي يوجدو ان شاء الله نجو نطلعوهم باذن الله. الور بعد ما برد لي الرولي تاعي نحيتو يعني من علاش قلت لكم نروليوه طري باش يريح هكذا ما يتكسرناش. هاو كي جاني الجهه الثانيه يعني نتوما ديروه كيما تحبوا منها. انا باك حبيت شغل نديرو هكذايا باش نديرو ميلونج جهه كش نقول هنا جهه شغل كاكاو وجهه نورمال. راح نجيب ثاني لاكريم تاعنا لي درناها يعني في الفريجيدار بردت هكذا، ونبدا نمشي فيها في الغولي تاعي هكذايا. قطعت حبه بانان تاعي بالطول على 4 هكذا. نحولها الزياده هذاك الاخراني نحوه. واش نديرو دوكا؟ نجيبو شويه مكسرات. انا وجدت حمصتهم هكذا ميكس تاع مكسرات حمصتهم ورحيتهم. ندير شويه لداخل هكذا، ومن بعد نجي نديكوريها بشويه من برا. وانا دو بريفيرونس يعني نقدمو بارد هاد الغولي هدايا، نقدمو بارد باسكو بانان شوكولا كي يكونوا باردين خير من يكونوا سخونين في لوغو. هكذا نجي نغلقو الان ونروحو نحطوه في الفريجيدار مباشره يبرد ان شاء الله كيما راهو هكذايا. نروحو نحطوه يبرد ومن بعد نجو نقسموه ان شاء الله. الو نحيتو من الفريجيدار بعد ما خليته برد مليح، نحيتو من الفريجيدار. دوكا نجو نقسموه كيما نحبو. انا ابي بري نقسمو واحد 2 سنتيمتر 2 سنتيمتر ودمي. فوالا بعد ما خليناه برد نحيتو من الفريجيدار نجي نقسمو واحد 2 سنتيمتر 2 سنتيمتر ودمي هكذاك ابي بري. ودوك نوريكم كيش راح نقدمو انايا، يعني كش نقولو راح نقدمو بزوج طرق هكذا. انا قلت لكم نقدمو بارد. كانت بقات لي لاكريم اللي درتها لداخل، درتها شويه شونتي طلعتها بيان.
ودرت شويه شيكولا وحدها سيباري، دوبتها شغل قناش، درت لها شويه زيت شويه كريمه، تقلتها دوك نجي نخدم بها ان شاء الله. دوك نوري لكم كيفاش نقدمهم. معدات ما عندي ولي سامي راس مالي ما قديت صوالي